صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه قرار رقم ثمانية لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 17 لسنة 2009 بإنشاء وتشكيل اللجنة التنسيقية العليا بين المجالس البلدية والوزارات المعنية ونصت المادة الاولى من القرار على انه يستبدل بنص المادة الاولى من القرار رقم 17 لسنة 2009 بانشاء وتشكيل اللجنة التنسيقية العليا بين المجالس البلدية والوزارات المعنية النص الاتي: تنشأ لجنة تسمى اللجنة التنسيقية العليا بين المجالس البلدية ومجلس امانة العاصمة وبين الوزارات المعنية ويشار إليها في هذا القرار بكلمة اللجنة تشكل اللجنة برئاسة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وعضوية كل من وكيل الوزارة لشؤون البلديات نائبا للرئيس وكيل الوزارة لشؤون الأشغال وكيل وزارة التربية والتعليم وكيل وزارة الإسكان وكيل وزارة الصحة الرئيس التنفيذي لهيئة الكهرباء والماء رئيس مجلس أمانة العاصمة، رئيس المجلس البلدي لبلدية المحرق، رئيس المجلس البلدي لبلدية المنطقة الشمالية، رئيس المجلس البلدي لبلدية المنطقة الجنوبية. وتحدد مدة عضوية أعضاء اللجنة بمدة دور انعقاد مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية. ويجوز للجنة دعوة وكلاء الوزارات الأخرى والاستعانة بمن تراه مناسبا لاداء اعمالها كلما اقتضت الحاجه لذلك دون ان يكون لهم صوت معدود في مداولات اللجنه وجاء في المادة الثانية من القرار أن تُستبدل عبارة بإنشاء وتشكيل اللجنة التنسيقية العليا بين المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة وبين الوزارات المعنية بعبارة بإنشاء وتشكيل اللجنة التنسيقية العليا بين المجالس البلدية والوزارات المعنية والواردة في عنوان القرار رقم 17 لسنة 2009 بإنشاء وتشكيل اللجنة التنسيقية العليا بين المجالس البلديه والوزارات المعنيه